في هذه اللحظة الجميلة والمؤكدة لبداية الإثارة، بداية هذه الانطلاقة المتميزة لأشواط هذا المساء. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعالياتي وسباقي. هذه الشارة شارة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي مخصصة لأصحاب السمو الشيوخ من سن اللقاية حتى سن الكبار. ها هي انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث يضم نخبة من اللقاية الجعادين المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. مسافتنا 5 كيلومتر. جوائزنا من المركز الأول سيارة وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط، أرى شاهين على مقدمة هذا الشوط لهجن الرياسة بقيادة المضمر راشد بن محمد بسم المنصوري. المركز الثاني شمردة لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. مياس في المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري، لكن التسلل من الجانب الثاني. هملول يتسلل إلى المركز الثالث في هذه اللحظات لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بقيادة المضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري. وفي المركز الخامس انخلي في المركز الخامس لكن وصل أول وصل وانتقل إلى المركز الخامس في هذه اللحظات لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. شاهين في المركز السادس لهجن الرياسة بقيادة المضمر راشد بن محمد بسم المنصوري. وفي المركز السابع انخلي في المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر علي بن هزيم المسافري. وفي المركز الثامن ناخذ اللي في المركز الثامن في هذه اللحظات شاهين لسمو الشيخ مكتوم الحمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز التاسع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن سالم الينيبي. وفي المركز العاشر بعيد عنا خلونا مع مقدمة هذا الشوط مع الصراع على المقدمة، أرى الآن شاهين على مقدمة هذا الشوط. يا سلام شاهين وشاهين والثنين ملكية لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل الذي لا يعرف المستحيل في هذا التضمير وفي هذا المجال راشد بن محمد بسم المنصوري. وصل الآن شمردل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات عينه على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وصلنا إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع أولع في المركز الرابع لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الخامس هملول في المركز الخامس لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بقيادة المضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري. هذه النتيجة. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى شاهين. شاهين على مقدمة هذا الشوط لهجن الرياسة بقيادة المضمر راشد بن محمد بسم المنصوري الذي قاد الشاهينية في شوط المهجنات وحظت على المركز الأول لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. يقود شاهين في هذا الشوط في هذا التضمير وفي هذا الأداء وفي هذا التسيير في هذا المساء وفي هذه الشارة، شارة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. المركز الثاني ولع ولع ولا شمردل شمردل في المركز الثاني لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. مولع وصل بدأ يولع الآن وينتقل إلى المركز الثالث لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الرابع شاهين لهجن الرياسة بقيادة المضمر راشد بن محمد بسم المنصوري. ونشوف شاهين نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط مع هذا الشعار الحمر
الاحمر اللون الخطر مر وعبر على مقدمة هذا الشوط من احد من مؤسسات هجن الرياسة. ها هي هجن الرياسة على مقدمة هذا الشوط 1200 تعديناهن بقيادة شاهين لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. مولع وصل من امبراطورية هجن العاصفة ايضا يشكل خطورة على مقدمة هذا الشوط يشكل خطورة على شاهين. مولع لهجن العاصفة بقيادة المضمر الوادع حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي وطارا للجعادين على مقدمة هذا الشوط بقيادة شاهين لهجن الرياسة. ومولع يحاول ان يلحق بشاهين. المعركة شديدة المعركة طاحنة على مقدمة هذا الشوط بين شاهين وما بين مولع. شاهين ومولع ونحن نقترب من المنصة الرئيسية نقترب من خط النهاية بقيادة شاهين لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. مولع في المركز الثاني لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا سلام المعركة شديدة المعركة طاحنة. شاهين لازال صامت صمود الجبال السود. ها هو شاهين بدأ يغادر بدأ ينتزع المركز الأول ينتزع النقطة الثانية لهجن الرياسة. سلام عليك يا هجن الرياسة على هذا الأداء المتميز في كل مكان وفي كل احتفال. تهانينا لمالك هجن الرياسة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. تهانينا مصحوبة أيضا إلى المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. تهانينا والناموس. المركز الثاني مولع لهجن العاصفة وفي المركز الثالث شاهين لهجن الرياسة وفي المركز الرابع لهجن العاصفة. ناخذ التوقيت الزمني ساعة وصول شاهين إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة 5 كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل استحقاق. ماخذ المركز الأول بكل جدارة توقيته الزمني ساعة وصوله إلى خط النهاية. ها هو شاهين 7 دقائق 28 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة تهانينا للمضمر راشد بن محمد بسم المنصوري والذي وصل في المركز الثاني. مولع قاطع مسافة 5 كيلومتر في زمن وغدره 7 دقائق 31 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصل في المركز الثالث. شاهين وصل في المركز الثالث لهجن الرياسة. نشوف التوقيت الزمني ساعة وصول شاهين إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة 5 كيلومتر. نشوفها هو شاهين 7 دقائق 45 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة تهانينا للمضمر راشد بن محمد بسم.